ragazzi, come state? Yalla bina nkammel. La seconda puntata degli aggettivi possessivi. الحلقة الثانية من الأدجتيفي بوسيسيفي صفات الملكية. يلا بينا نشوفها مع بعض، بس قبل ما تشوفوا الفيديو يا ريت أول حاجة اتفرجوا على الفيديو اللي فات عشان تقدروا تكملوا معايا، ويكون طبعا معاكم ورقة وقلم بتكتبوا وتدونوا عندكم الملاحظات دي والمعلومات الجديدة. ويا ريت لأول مرة تشوفوني، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نشوف بقى مع بعض ليه أدجتيفي بوسيسيفي بلورالي. البلورالي كون نوي voi loro. Gli aggettivi possessivi con noi. Noi بمعنى نحن. عايزة أقول الحاجة بتاعتنا، قلمنا، كتبتنا، كراستنا، الملكية مع النوي. هقول لك أول كده حاجة أمثلة ونشوف جم إزاي استخدمهم، بعد كده نشرح الرجولة القاعدة بتاعتنا. لما أقول مثلا noi abbiamo una biblioteca. La nostra biblioteca, la nostra biblioteca è grande. تمام كده؟ جملة كمان numero 2 quando dico il nostro insegnante di fisica è molto bravo. Numero 3 quando dico i nostri insegnanti sono simpatici. I nostri insegnanti, المدرسين بتوعنا، sono simpatici، يعني لطفاء. Numero 4 quando dico le nostre amiche sono eleganti. Le nostre amiche sono eleganti، يعني صاحباتنا يكونوا شيك، يعني elegante في لبسهم كده. تمام؟ شايفين الأربع جمل اللي قدامنا على الشاشة؟ أول حاجة أنا استخدمت إيه؟ قلت la nostra، وبعد كده قلت il nostro، وبعدين قلت i nostri، واخر واحدة كانت le nostre. من هنا تعرفوا الرجلة بتاعتهم، نفس طريقة الشرح اللي فاتت، عشان كده محتاجتش اكتب المرة دي على السبورة. يبقى كده مع النوي ايه هما الادجتيفي بوسيسيفي؟ برضو نفس الاربعة على حسب الاسم اللي جاي وراهم: il nostro، la nostra، i nostri، le nostre. شوف مين الفاعل؟ الفاعل نوي. شوف اسم الملكية بقى زي بيبليوتيكا في مينيلي سنجولاري، عشان كده كتبناها لا نوسترا. تمام كده؟ لما قلت انسينيانتي جاي ماسكيلي بلورالي مع النوي، فاستخدمت اي نوستري، وهكذا. نشوف بقى اللي بعد كده فوي. فوي يعني انتم. ايه هما الادجتيفي بوسيسيفي كون فوي؟ شوفوا الامثلة دي. اول مثال كواندو ديكو، لما اقول مثلا ragazzi, avete portato il vostro dizionario? Ragazzi, يا شباب، avete portato، يعني احضرتم، جبتم معاكم il vostro dizionario، القاموس بتاعكم. تمام كده؟ كده il vostro dizionario. Numero 2. Ragazzi, la vostra classe è pulita. Siete bravi. فصلكم نظيف، انتوا شاطرين. La vostra classe. Numero 3. Bambini, i vostri genitori sono carini. يعني الوالدين بتوعكم، باباكم ومامتكم، sono carini، لطفاء. وجملة كمان لما أقول مثلا le vostre benne sono nuove. الأقلام بتاعتكم sono nuove، جداد. اللي لاحظتوه نفس الحكاية بالظبط. البوسيسيفي كون فوي، il vostro، la vostra، i vostri، le vostre. بنفس الترتيب، بنفس طريقة الاستخدام. لما جت فوي استخدمت صفة الملكية على حسب الاسم المملوك في كل جملة منهم. لما قلت مثلا في أول جملة il vostro dizionario، dizionario maschile، فعشان كده حطيتها maschile فقلت il vostro. ايه ده؟ طب ما انتي قلتي la vostra classe. هقول لكم انتوا نسيتوا ان كلاس لما درسناها في الاسماء بتاعه الجروب دو كانت بتنتهي بالايه، بس انا عارف انها في المينيلي سنجولاري، عشان كده قلت la vostra. تمام؟ ارجعوا للدروس دي هتلاقوني مسجلها لكم وموجوده عندكم في الفيديوهات. طيب عندي اخر حاجه loro. كتبوا الدير loro، هم، عايزه اقول بتاعتهم، بتاعهم، بتوعهم. هقولها ازاي بالايطالي؟ تعال نشوف الامثله.
لما أقول il loro padre è anziano، يعني باباهم è anziano عجوز. تمام كده؟ قلت il loro padre. طيب جملة كمان لما أقول مثلا la loro televisione è grande، التلفزيون بتاعهم كبير، كنوش بتقروا عليهم بس، la loro televisione. طيب عندي بعد كده اما اقول i loro compagni sono gentili، intelligenti، حط اي صفة انت عايزها، بكل بساطة تعرف تعمل الجملة. i loro compagni يعني اصحابهم زمايلهم في الفصل sono intelligenti، اسكي. اخر جملة لما اقول مثلا le loro bambine sono tranquille، tranquille va bene، هادين، اطفالهم البنات طبعا bambine sono tranquille. هنا انا استخدمت برضو بنفس الطريقة، قلت il loro padre maschile علشان من الاسماء اللي تنتهي بالال maschile singolare في درس الاسماء، فعشان كده قلت il loro، استخدمت معاه يعني باباهم. بعد كده قلت la loro televisione، التلفزيون كلمة مؤنثة، فقلت la loro برضو من الأسماء اللي بتبقى مؤنثة televisione. بعد كده قلت i loro compagni عشان compagni maschile plurale والفعل loro، وآخر حاجة قلت le loro bambine. بكده تكونوا وصلت لكم فكرة ايه بص سيفي. كل اللي علينا بس ان انا اجمع في الكراسة بتاعتي مع الاي وايه هما البوسيسيفي الاربعة، مع التو ايه هما، مع اللوي واللاي، واخلي بالي على حسب الاسم اللي انا بطلعه من بقي اللي بستخدم عليه الملكية بحط النوع بتاع البوسيسيفي بتاعي. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، ولو عندكم اي كومنت على الفيديو او في حاجة مش واضحة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانتظرونا في حلقة جديدة. الله بروسيما، تنسوش لايك شير سبسكرايب توتو، تشاو تشاو.